تعتبر الطرقات الواصلة بين مناطق سيطرة المعارضة السورية لا سيما في حلب من أكثر الأهداف التي تتعرض للقصف. مراسلنا في حلب ماجد عبد النور والتفاصيل. تعتبر الطرقات الرئيسية والحيوية في مناطق سيطرة المعارضة السورية من أكثر الطرقات خطرا وأكثرها تعرضا للقصف المدفعي أو لرشاش الطائرات المتوسط في أحسن الأحوال. هذا القصف لا يميز بين السيارات المدنية والعسكرية، بل واستهدف في مرات كثيرة سيارات الإسعاف لتتحول هذه الطرقات إلى مصدر رعب للأهالي والمارين الذين شاهدوا بأم أعينهم احتراق وإصابة العديد من هذه السيارات. والله يعني الطيران والله لكنا، والله ما عم خلي لا طرق ولا ما عم بيز بين مدني وبين عسكري، لا عم خلي سيارة إغاثة، لا عم خلي طيب يعني والله العظيم ما بعرف يعني وين بدها تروح العالم يعني. واحد من هذه الطرقات هو هذا الطريق والذي يدعى طريق الموت، فهو الطريق الوحيد الواصل بين مدينة حلب وريفها، والذي تحاول قوات النظام قطعه بكل الطرق لحصار المدينة. أما هذه السيارات المحروقة فهي شاحنات تنقل النفط والمواد الغذائية داخليا بين مناطق سيطرة المعارضة في الريف والمدينة، لتدعي قوات النظام وروسيا بأنها متجهة نحو تركيا دون أي دليل. أخي الكريم، يقوم الطيران الروسي وطيران النظام القاتل باستهداف الطرقات العامة والطرقات التي تنقل الإغاثة للمدنيين والمعابر الإنسانية. فقد استهدف الطيران الروسي المجوسي بعدة غارات والمعابر وخصوصا معبر باب السلامة، واستهدف عدة مرات طريق غازي عنتاب، وأيضا استهدف الطرقات بجانب بلدة حريتان، وهدفه هو قطع الإمداد عن الشعب السوري. رائحة الموت تلاحق السوريين في كل مكان، فلا مكان آمن هنا، فمن لم يدفنه القصف تحت أنقاض بيته لن يأمن في طريق الهرب داخل سيارته على طرقات الموت. يستهدف الطيران الروسي الطرقات العامة والحيوية في مناطق سيطرة المعارضة بهدف قطع طرق الإمداد عن فصائلها، بينما تقول فرق الدفاع المدني بأن الطيران الروسي استهدف شاحنات إغاثية وأخرى تقل ركابا مدنيين. ماجد عبد النور، تيرت العربية، حلب.